السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعت لكم مقطع جديد لعبة روبلوكس. للأمانة ما توقعت اني راح انزلها في يوم من الايام، لكن عليها طلب فقلت خلنا نجربها. جربتها، لعبت، وصلت زي ما تشوفون عندي. اشتريت هذا، فعندي حيوان ثاني برضو جربتها فترة، هذا لفلته. للأسف هذا مش اللي لهناك زي ما تشوفون، بس انه يعني شيء كويس يعتبر كبداية. لسه ما باقي لي شوي ويكبر. فخذيت فكرة عن اللعبة، شفت انها كويسة نوعا ما تصلح اني انزلها. عليها طلب من زمان وساحب عليها، ما توقعت في يوم اني راح انزلها، لكن هالمرة لازم نبدأ فيها، نجرب نشوف اذا راح يكون عليها تفاعل كويس او لا. خلونا نروش هذا اول شيء ونروح نشوف تحديث اللي نزل اليوم. في تحديث اليوم؟ لا انا محتاج ترويش صراحة، متروش. فنشوف التحديث اللي نزل اليوم وايش صار عليه، ايش في حيوان جديد، هل نشتريه ولا لا، هل يستاهل نشتريه ولا لا. ونشوف هنا هذا تروش، باقي يحتاج المدرسة، يحتاج النوم. اوكي، الاكل والنوم في المدرسة موجودة. نوجه بالحبيب هذا، لا تنشب كذا من اول يوم، لا يا طيب. نشب، انزل، اطلع من هنا، خروج من البيت. اوكي، اختصار كذا، اعتقد انه راح يختفي. لا ما اختفى، كويس. فشيل هذه. اوكي، الباب اللي ودينا على المدرسة وين الخروج؟ الخروج من هنا. يلا نوجه على المدرسة وارجع لكم. اوكي، طلع لي هذه حق يقول لك الصيد البيض، او هانت ستارت ناو ذير ار اكس. طبعا في بيض مختفي في الخريطة او موزع في الخريطة، توزعه تجمعه يعطيك. ايش فينا انا صاير اهبل كذا اتحرك. تجمعه فيعطيك نقاط وتروح تبدله. شوف هذه واحدة، ففي متوزع في الخريطة بشكل كبير، وتقدر تجمع كل واحدة تعطيك 10 بيضات. فنفس الطريقة، شوف هناك في واحدة. بس انا شفت الهدايا للأمانة ما حسيت انها تحمس انك تجمع هذا وتجلس تدور الماب بالكامل وحوسة. فما ادري، يمكن اللي مهتم يدور، خصوصا فوق، دور فوق الاشياء، راح تلقى اشياء كثير فوق المباني. في اللوحة هناك في واحدة، هنا شوف في واحدة. ابدأ دور، شوف الناس قاعدين يجمعون، فابدأ دور زي كذا وراح تلقى بيض بالهبل كثير. جمع اذا انت مهتم، جمع. انا صراحة احس انه ما هو ذيك الاهمية. طيب خلونا نشوف ايش في هنا. في السنجاب هذا، وهذه عندي العربة اللي هنا، الصاروخ هذا ما ادري ايش الفائدة منه صراحة. اشياء خايسة، ممكن السيارة سنجاب هذه برضو بشعة كبيرة ترى بزيادة. هذه هنا شكلها صغيرة، فيس نفس كذا، ما شفت انها كويسة. نسينا الحبيب هذا، يبغى ينام، يبغى اكل. تعال خلونا ودي ناكله وندرسه مرة واحدة، وكل شيء راح يسويه في المدرسة. فهذا احسن شيء في المدرسة، انه تقدر تسوي كل شيء هنا. فهذا مهتم فيه، انا قاعد اطوره، لازم اطوره، لازم اجيب زيه ثلاثة عشان نبدأ ونشوف إذا تقدر تدمجها. هذه أتوقع نقدر ندمجها مع بعض وتصير شيء أفضل من كذا. فقاعد يدرس الآن. يدرس ويأكل. لا مو يشرب. تعال هو يبي أكل ما يبي شرب. تعال هنا. فيس شوفوا كذا، قاعدين نخلص أشياء مرة واحدة. الحين نوديه باقي ينام هنا، خليه ينام هنا بس يخلص. خلاص باقي، تعال ادرس وأنت نايم. يلا يدرس وهو نايم، فيخلص مش قاعدين يكتبون دول. فيس الحين خلص، انا ما اقدر اشرب. ما اقدر. فيس خليه ينام. يلا خلاص قم يلا نوجه نشوف التحديث، نشوف البيض وش عنده، او نضغط هنا نختصر نروح ل عند الاستريك. طيب وين ودانا؟ ايوه هنا في الخروف هذا. خلنا نشوف، والله مش غالي، بس خلونا نشوف ايش في هنا. هذه اشياء تبدلها بالبيض اللي تجمع. شوف اوكي 400، الصوص هذا ب 250، ب 600 بيضة تقريبا. اغلى واحدة كم؟ 800 اغلى حاجة هنا. هذه البيضة تكلمها، هذا عنده زي التاج بس ما احنا قادرين نضغط عليه. يقول لك لمدة 14 يوم باقي له ويمشي هذا. طيب هنا نفس الاسعار اللي قلنا هناك في الجهة الثانية،
نفسها. صوص هنا بكم قلنا؟ كان شفت سعره يختلف هناك 250. فيس جمع وتعال شوف هذه الأشياء تلبسها، شنطة فوق الرأس. بس هذه الأشياء اللي موجودة. خلو انزل انت، انا قاعد شايل هذا للحين، انزل يا بوي. فخلونا نشوف هذا ناخذه، خلنا ناخذ هذا. اوكي خذيناه. هلا والله، تعال 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 تعال. نيوبورن، اوكي صغير هذا ما نقدر نستخدم، لازم نركب له هذه طيران ونعطيه بوشن حق، لا ما راح احط رايد، بس بركب عليه اللي هو الطيران لانه شو شكله. تعال تعال تعال، لا تلحقني كذا، يدور حولي. اوكي فرهيب جدا، راح نعطيه بوشن حق طيران. ما راح اعطيكم، ما راح اعطيكم مخرو. جميل جدا والله، جميل جدا. فهذا راح يكون اعتقد محدود، ما راح ينزل مره ثانيه الا في موسم ثاني او شغله زي كذا. فراح نطور هذا ونهتم فيه، هو الباقيين اللي عندنا ونبدا. ما راح اعطيكم. الكل يبغاه، يبي يسوي تريد. شوف فشي فخم صراحه. شوف اختفى خروفي، نشب. ما بي تريد. فشي جدا ممتاز. اشوف الثاني نفسه طبعا ما راح يتغير. خلينا نروح نشوف البيت متجر للحيوانات، نشوف ايش فيه هناك. والله جميل جدا، الحقوني. ما في. هذا وشو هذا؟ بيت واحد صح؟ يس. فيحتاج اكل ويحتاج نوم، راح نوديه المدرسه. هذول فقدوا الامل وسحب علي، فخلهم يلون. الكل راح يلاحق اذا نزل حيوان جديد واخذته، راح تلاحظ انهم كلهم يبغون يسوون تريد معك ويبغون يعطونك اي شيء بس تجيب الخروف هذا. خلونا نشوف ايش في المتجر هنا، ايش في حيوانات. هذا ايش معاه؟ مسدس حق تليبورت الظاهر. تعال تعال، راح وديك تنام وتاكل. بس خلونا نشوف هنا، ما في شيء. اوه لا ما اختلف شيء، هذا موجود من اول، هذا من اول، هذا من اول. هذا الطاووس اللي والله غالي الطاووس. لا الطاووس اسحب عليه، ما هو مشهور مرة، بس اعتقد انه نادر الطاووس هذا. خلنا نوجه برا، ما نحتاجه، نحتاج نطور الخروف حقنا هذا، نكبر شوي، وهو اللي راح يفيدنا بعدين انه نسوي فيه تريد شغلات زي هذه. خلنا نروح ندخل المدرسة نأكله وننومه. هلا بالراتب، جيب. طيب انت ايش تحتاج؟ اكل؟ والله يحتاج اكل وشرب. طيب كل. هلا والله، كيف الحال؟ تقدر تدرب لي هذا؟ والله ليتني ما خليته يدرب الحين. نشبت له، هي المفروض اني اخليه ما انشب له. خلاص يلا دربه. يلا يقول لي شوف كيف ادرب خروفك. يقول يلا اجلس. يقول ايوه جلس. كفو. اوه يتشقلب حركات ولا نام؟ نام، قال يتشقلب، قال تعال 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 نام هنا، تعال تعال نام. ها قاعد يتدرب. اوكي قلت اخلص. شلون نام؟ خلاص شكرا، تعال نام هنا. لا مو بيك اب، تعال هنا. يلا نام، ناقصه ترويش وناقصه أكل، فخلوه ينام شوية لأنه نعسان
وعفن يبي يتروش، فراح نسوي له نقدر نسوي سكيب. وش هذه سكيب سكيب؟ شوف سكيب هذه وش سكيب؟ او هذه ناشبه من ايام من وقت التدريب. يلا يلا اوكي، يبغى له اكل. طيب تعال 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 يا طيب، لازم نشيلك. طيب نجيبه هنا، يلا خلوه ياكل عشان نروح البيت اللي جنب هنا نروشه. في بيت هنا جنب قريب، نروح نروشه بدل ما نرجع البيت. خلاص خلاص يا طيب، تعال خلونا نودي نودي البيت اللي جنب هنا. ندري ندري انه في هانت. اوكي طيب، في غالبا مستشفى هنا. هذه بيضة زين شلناها مرة واحدة. ايوه هذا بيت واحد، لا والله مو بيت، هذا جسر. طيب ناقصنا في بيضة هناك فوق، نسوي كذا. دقيقة دقيقة، لا لا لحظة، شيل هذه، جيب هذا، جيب الطيب هذا الفخم حقنا، نسوي كذا فلاي ونطلع فوق. في بيضة هنا لمحتها، اح في بيضة هنا وبيضة فوق. طبعا هذه زي ما قلنا راح تستفيد منها في اللبس والشغلات هذيك اللي تشتري. في محذف واجد بيض، شوفوا انت امشي بس كذا، روح الالعاب روح راح تلقى بيض في كل مكان. فيس اللي يبغى يجمع يجمع، انا ما راح اجمع اكثر من كذا، يمكن اذا لقيت شيء على طريقي راح اخذه، اما اني اتعنى ادور لا ما اتوقع اني، لانها مش اللي مره تستاهل انك تبحث عنها. فاعتقد هنا وصلنا النهايه، نروح البيت ننام ونروش اللي عندنا الحيوانات، ونشوف اذا في تفاعل نزلنا مقطع ثاني كملنا على هاللعبه. اذا ودكم اذا ما ودكم نرجع نكمل على العابنا. شاكر لكم، فمان الله.